السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا لبنات كديرات، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو. فيديو هات اليوم ان شاء الله الغزالات غنشارك معكم بزاف الحوايج، وخاصه الكريم اللي كيسولوني عليه البنات ديال الكلف. بزاف البنات اللي كيسولوني، المهم البنات اللي معايا في الانستغرام راني كنجاوبهم، والبنات اللي ما داخلينش معايا راه غنخلي لكم نخلي لكم الاسم انستغرام ديالي باش تدخلوا البنات بحكم اللي بغيتوا تهضروا معايا في الخاص. مرحبا بكم. وقبل ما نبدا معكم الفيديو غنقول لكم ما تنساونيش بواحد اللايك بواحد التعليق. واي اخت كتشوف فيا دابا كنقول ليها الله يخليك عليا والله يحفظك ليا. المهم الغزالات، الفيديو ديال نهار اليوم غنشارك معكم كاين لكم بزاف د الحوايج. واول حاجه غنشارك معكم واحد المسمن اللي بسرعه كيوجد بحق البنات. لا بغيتو الا جا عندكم شي حاجه بغيتو توجدوه بسرعه، ما بغيتوش تبقاو تسمنوا بحق الا كان الصهد. غنشارك معكم غزال غزال البنات، مسمن حلو كيجي فن. واخا انا البنات ما عنديش مع الحلاوه بزاف، ولكن هذا المسمن كيعجبني. اخوات اللي كيسولوني زهره واش بدات عندكم المدرسه؟ راه باقا البنات. المهم قالوا لينا جا ميسا الصباح قالوا لنا نهار 24 غتبدا المدرسه، ولكن امتى يمشيوا الاولاد ما عرفتش بالضبط. المهم قالوا لنا باش ما كان غنعلموكم، لانني ندخل للجروب ديال المدرسه اي نوتيزيا اي جديد راه كيوصل ليا، باش ما كان ضروري ما نعلمكم. هنا البنات غندوز نشارك معكم هذا المسمن اللي غنديروه في الفران، ساهل البنات، مسمن حلو كيجي غزال. المهم هنا كيف ما كتشوفوا راه عندي الفورس وعندي القمح. القمح هو القمح هو الدقيق الاصفر البنات. بالنسبه للبنات بزاف كيسولوني ما عرفتش انا ما كيعرفوش ما بين الدقيق الاصفر. المهم راه هو القمح سيمولا البنات، سيمولا دي جرانو باللغه الايطاليه. والفارينة درت نفس القياس، درت زلافه تقريبا زلافه فورس وزلافه حيت باغا غير قياس غير حنايا. هنا عندي البنات واحد الملعقه ديال السكر، وعندي هنايا مليحه، هنايا غندير واحد الملعقه صغيره ديال الخميره الحلوه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا هانتوما ندير ملعقه صغيره ديال الخميره الحلوه عادي، غير ملعقه صغيره. هنا البنات درت هذا اللي كنت قلت لكم البنات كنشارك معكم، هذا ديال كناخذو من ليدل زوينه البنات، فيتامينات طبيعيه زوينه، راه رخيصه دايره شي اون يورو شي حاجه. كندير بحق البنات هذه ما تحس كنحس بحال شويه السخفه شويه كنشربها زوينه البنات. المهم درت الملحه والسكر وخميره الحلوه وفانيليا صافي. هذوما المهم المقادير غنخليهم لكم اليوم في صندوق الوصف، راني كنسى غنخليهم لكم اليوم في صندوق الوصف ان شاء الله صافي. وغندوز نعجنهم في العجانة حتى يتدلك مزيان ونرجع معاكم صافي. هنايا البنات من بعد ما عجنت المسمن ودلكته مزيان مزيان خليته يتدلك، دست هنايا حطيت الزبدة كدوب، ضروري من الزبدة البنات حطيت الدوب. وهنايا عندي الكوك وعندي سكر فاني، بغيتو تزيدو هنا واحد ملعقة ديال السكر زيدوها اللي بغات بحق المسمن حلو بزاف. انا كيكفيني هذيك الملعقه اللي درت في العجين بارك، يعني ما غيجي محلوش بزاف غيجي زوين، لانني انا ما عنديش مع الحلاوه بزاف صافي. هنا من بعد ما تدلك هذا العجين مزيان، ولا بغيتوا البنات يجيكم قرمش كتر حاولوا ديروا غير الفورس، يعني هذاك القياس ديروا غير الفورس بوحدو، ديروا 600 غرام ديال الفورس ولا ديال الفورس ولا 500 غرام الا بغيتوا يجيكم قرمش بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات صافي، من بعد ما كورت هاد درت هنا الكرات المهم متوسطين، كندهن بالزبده عادي كندير وحده في وحده، كندهن بالزبده كنرش بالسكر فاني اللي خلطته مع الكوك كيف ما كتشوفوا، وعادي كندير على شكل المسمن عادي، كنبقى غادا هكذا كندير وحده في وحده باش يجيكم البنات المهم كيجيكم طبقات زوينه وحده في وحده. كندير صافي كندير هاد الطريقه، كندهن بالزبده وكنرش بالكوك والسكر فاني، كيجي فيه هذيك النسمه ديال الفاني غزاله صافي. هنا البنات خديت مقله، هذوك الجوجات اللي شاطو ما درتهمش كنديرهم في الكونجيلاتور، تنبغيهم وكنجبدهم البنات طشيهم في الفران كنبسطهم كنديرهم في الكونجيلاتور صافي. هنا البنات ما كتخليه لا يخمر لا حتى حاجه كتدخلي ديريكت للفران صافي. هنا كيف ما كتشوفوا خديت صفر البيض درت الخل ودهنتهم هنايا
صافي وغندخلهم للفران. الفران راه عندي غير ديال الغاز، انا كنطيبهم غير الفوق، بعض المرات كيحمروا ليا من الفوق، وبعض المرات عندي انا اصلا الفران كيطيب ليا من الفوق ومجهد كاع لما درتش معاه البار كيحرق ليا. صافي هنا غنوريكم الشكل النهائي. ها نتوما البنات دهنته بالعسل كيف ما كتشوفوا. التزيين راه كيبقى اختياري، تزينيهم باش ما بغيتي ودهنيهم باش ما بغيتي، يعني يا عندك يا لاباج، عندك العسل، عندك الكوفيتير اللي عندك. انا هنا دهنتهم بالعسل ورشيتهم بالكوك، وعندي هنا الكاوكاو اللي شاده مهرمشات هو دردرتو عليه. بغيتو ديروا اللوز ايفيلي اللي عندكم البنات، اللي متواجد عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، كيجي غزال هاد البسمن وبسرعه كيوجد. بنات خرجت البراد ديالاتي، خرجنا هنا حدا الدار، وحدا الدار هنايا. اش نقول لكم، قلت لزكريا ندي واحد البراد ديالاتي والمسيمنات اللي صايبه نشربهم حدا البحر. وبناتي قلت لهم في نفس الوقت يعوموا شويه، راهم دايرين لي حاله وقتكم. درت انا وزكريا تحدي، قال لي شوفي هذا البراد ديري في الترموس. ديري في الترموس، شوف الطيور هي ديري في الترموس. قلت لي شوف ما تخممش البراد ديالك غيوصل حتى للبحر. قال لي شوفي راه غادي هزاك، قلت لا غندير لي واحد العايبه شديتها البنات هزيت الكيليجه ودرت فيها البراد ديالاتي، حطيته وحطيت السوبر ديال المسمن، حطيت فوق منه البراد ديالاتي والكيسان. انا ندور لكم وتشوفوا. قلت لي واه حتى هو البراد، ومني كندير ليه كاك هي صافي فرعتي، كنقول لي دابا تشوف جد هو داك الشيء ما تفرعش منه حاجه. غزالات كيف ما كتشوفوا ها المسمنات والبريليت ديالاتي وجات الصوينيه. شفتوا البنات يعني وعفتوا وقليسه ما نقولش ليكم نحيدوا التصنادر من بعد ومنا. ياك جنونه الحبيبه، دري البنات واحد البوسه تكون طحت لي هنايا. شوف طحت لي، طحتي ها هنا على وجهك. حيتي قبيحه، حيتي قبيحه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا بغيت نوريكم البنات كيفاش كيجي من الداخل. ها نتوما حيد صبرينا. شفتوا البنات، البنات ها نتوما شوفوا المسمن، يعني راه باين والله الا باين. ما جيت نشد التليفون كندير في واحد الكويس، هي ما انت قلت لي مدايرين 100 قلت مسمن زومين. ها نتوما البنات موت باقي مبقاش. مع الدكه ديالاتي نقولش ليكم جنات، خدي الطف ديالك. شو خليتي يا ماما؟ يلا ظلم الحال، الله مشيو للدار، الله مشيو للدار، راه ظلم الحال، راه مشيو للدار، راه الدار، راه هي راها لولا انا مشيو لولا ليا الدار. خويا الدنيا كلشي مشى. ناس زينا الماتريال حنا غادي للدار دابا. كنت باغا نبقاو الساعه زكريا قالك لا الله نمشيو، خوالي تليفونو ما نصارش الله نمشيو. ها ماما نخرجو ديريكت. البنات شفتوا لي ثلاث، رجعت معكم خصكم غير جيت درت لهم شي حاجه خفيفه اصلا جاوا شبعانين. صافي وجيت هنايا بغيت نشارك معكم الروتين المسائي ديالي اللي المهم العنايه بالبشره ديالي.
كيف ما كتشوف الغزالات. المهم انا كندير الحاجه الطبيعيه ضروري البنات، ما كتخطانيش قبل ما الكريمات اللي كندير ضروري من ماسك طبيعي ضروري البنات. المهم هنا كيف جيت درت البنات واحد فريميجه درتها مع يوغورت مسوس وشويه نيد وخلطتهم ودرتهم للبشره ديالي. وقبل غسلت وجهي البنات، باش كنغسل الوجه ديالي بالنسبه للبنات اللي كيسولوني راه كنت قلت لكم البنات كنستعمل هذاك جل ديال ليدل اللي فيه حبيبات زرقاء، هذاك ما كنستعملوش يوميا حيت انا اصلا بشرتي حساسه ما كنبغيش نستعمل بحال هادشي بزاف. كندير غير حاجه طبيعيه البنات، كناخذ صابون خشخاش وحاليا عاد كنستعمل هاد الصابونيه ديال العسل وديال القمح، حتى هي زوينه البنات والثمن راه غير دايره غير 50 سنتيم في ليدل. والصابون طبيعي في المغرب راه موجود. المهم هنا كناخذوا البنات غير صابونيه هذه ديال العسل، دابا كنديرها ليه كنبدل مره ديال الخشخاش ملي كتكمل ليا كندير ديال العسل. هادو زوينين البنات وطبيعيين. كنشد هذه غير هذه البنات هانتوما هاد اللي كنت شاركت معكم راه خيداش شحال دي شوت عرفتوا خيداش شحال هذه هانتوما وبقى جديده. هانتوما شو البنات خدتها غير بدواورو خديتها من عند دوك المحل اللي كنمشي كناخذ من عندهم الحوايج خايده من عندهم. هذه البنات هي باش كنغسل الوجه ديالي، كنغسل الوجه ديالي مزيان كندير مساج الوجه ديالي زوينه بزاف هذه. المهم البنات كما كندهن وجهي اولا بالصابون وعاد كندير مساج بنتي باقا ما عساتش مساج بهذه البنات وكنحك الوجه ديالي. غزالات رجعت معكم كيف ما كتشوفوا من بعد ما غسلت الوجه ديالي كتبان لكم النتيجه زوينه الصراحه. عرفتوا حنا راه باقي عندنا الصهدره اختكم اللي كتبدا تصور كتلبس ملي كيعاد التصوير كيعرفوا عندنا باقي عندنا الصهد. هذا الماسك البنات كيعطي لكم وجهي راكم كتشوفوه كيعطي واحد الصراحه نتيجه غزاله للبشره. تهلاو في وجهاتكم البنات الوجه راه ممكن احسن ما تقولش ليا. شوفوا البنات راه كان الوجه ما في ما يتشاف كالقسطيره راه تلبسي اللي لبستي والله ما تجي معاك. لكن الوجه زوين وكينور اي حاجه تلبسيها تجي معاك هادشي اللي كاين. المهم دابا البنات الكريم ديالي، المهم انا اي حاجه كنديرها لوجهي كنشاركها معكم. الكريم اللي شاركت معكم اللي الكريم زوين 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 بزاف اللي شاركته معكم وقلت لكم الا بغيتوه تواصلوا معايا في الانستغرام وغنخلي لكم الرقم في صندوق الوصف. المهم تواصلوا معايا في الانستغرام، اللي ما عندهاش انستغرام دوز تاخذ الرقم في صندوق الوصف. اللي بغات هاد الكريمه صراحه وراها غزال البنات غزال. انا ما نحط لكم شي حاجه حتى كنديرها للوجه ديالي وحتى كنجربها ماشي هذيك كنجربها يعني ايامات حتى شفت النتيجه. كان عندي انا مشكل كيف قلت لكم كان عندي مشكل ديال هنا ديال الكلف، كان عندي ديال بحال هكا كنت كندير الزيف وكيبقى لي ديك ملي كنبغي نخرج كتبقى لي هذيك الكحوله ديال الشمش بقات ليا، وهذيك الكحوله البنات كتعود ليا ملي كتبقى كتعود ليا كلف. عرفتوا هاد الكريمه البنات غزاله، هذه مستخلصات الحلزون طبيعيه 100%. كيصاوبو واحد السيد ايطالي. لا بغيتوها البنات دوزوا عندي الانستغرام وغنوريكم كيفاش ديروا. تاخذوها توصلكم حتى للدار، كتوصلكم كتخلصيها وكتوصلك حتى للدار. اللي بغاتها دوز عندي الانستغرام مرحبا بها. المهم راه شي حاجه زوينه للكلف، كاين بها بحال كتعاني من الكلف كتعاني من البشره حالتها كلها بق عليها بالنسبه للكحل ديال الشمس تجاعيد. الصراحه زوين هاد الكريمه وكنخص ضروري تبقاي تماسي فيها كيف ما كتشوفوا تبقاي تماسي فيها. عرفتي ملي كديريها كتحسي بحال حاطه البوبوش في وجهك والله البنات شي حاجه غاده كتحسي بشي حاجه غاده. ويا في الاول كتعطي واحد في الاول بحال كتحسي بشكل غير واحد في الاول شويه صافي عادي. ها نتوما البنات هذه هي الكريمه. البنات اللي كيقولوا لي وريها انا زهره واش كتواجد في الفرماسيان، سولت عليها هنا في الفرماسيان ما كايناش ما كيبيعها غير واحد السيده البنات راه هي هذه.
شفتوها هي دي. المهم اللي بغاتها تواصل معايا في الانستغرام ومرحبا بها، راه نوريها كيفاش دير ماشي مشكل. هادشي اللي كان وزيلاتي، غنقول لكم هنايا بسلامة عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الوزيلات ديالي. عرفتي ملي كتهلاي في وجهك كدير لي واحد الروتين ديالو خاص، كتحس عادك كتنوضي هانيه، كتنوضي مرتاحه، كتنوضي ديال تشوفي في وجه ديالك كدير. عرفتي والله البنات هاد الكريمه خطيره خطيره الصراحه كتستاهل. صافي هنا البنات غنحبس معكم الفيديو، نقول لكم هنايا بسلامه عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. خصكم تبغات تحيد هاد الشده وجد الناس، تصبحوا على خير وشكرا لكم بزاف. وما تنساوش البنات لايك لايك، ما تنساوش لايك باش تشجعوني، والبارطاج مع الاحباب ديالكم علاش لا، الوزيرات ديالكم اللي هنايا صحاباتكم علاش لا. مرحبا بيهم، الف مرحبا، باي باي عليكم.